الخلافات الأمريكية عفوا الروسية والتركية على إدلب تبدو أكثر وضوحا من قبل، وهناك مساع أمريكية عبر عنها المبعوث الأمريكي لفتح مسار سياسي جديد من غير الواضح بعد إذا كانت تركيا جزءا منه. فهل تجازف موسكو بمصالحها الأوسع مع أنقرة بسبب الخلاف على إدلب؟ أهلا بكم. كلما طال أمد التصعيد غير المسبوق والذي تعيش على وقعه مناطق إدلب وحماة السورية يشتد التوتر بين أنقرة وموسكو. فالحملة الشرسة لقوات النظام وداعميه على فصائل المعارضة في المحافظتين تغذي مخاوف تركيا من مآلات هذه الحملة ومن الوضع الذي سينتهي إليه الشمال السوري، وذلك بعد قفز النظام وروسيا على كل التفاهمات السابقة مع أنقرة. فهل تنجح الضغوط التركية في وقف التصعيد في إدلب؟ وما هو مصير اتفاقات الهدنة وخفض التصعيد في الشمال السوري؟ وإلى أي مدى يمكن أن يستمر التعاون التركي الروسي في المسألة السورية؟ إدلب كانت حاضرة في اجتماع مجلس الأمن القومي التركي الذي تزعمه الرئيس أردوغان. أكدت أنقرة في بيان صدر عن المجلس أنها تواصل اتصالاتها مع الدول المعنية للحيلولة دون حدوث أزمة إنسانية جديدة وهجرة جماعية في مدينة إدلب. قال المسؤولون الأتراك في هذا الاجتماع إن هجمات نظام الأسد على المدنيين في منطقة خفض التصعيد تقوض روح اتفاق أستانا. شيء مؤسف ما تعيشه مدينة إدلب خلال شهر رمضان. تركيا طالبت روسيا بضرورة الضغط على نظام الأسد لوقف الهجمات بناء على اتفاقات أستانا. إدلب تقع ضمن مناطق خفض التصعيد الأربع التي اتفقت حولها الدول الضامنة، وتركيا أكدت للجانب الروسي أن استهداف المدنيين بحجة وجود بعض الجماعات الإرهابية أمر غير مقبول، وقد كان هناك اتصال هاتفي بين الرئيسين التركي والروسي حول هذا الموضوع. اتصال بين أردوغان وبوتين حول إدلب إذن، طلب تركي بضرورة تحقيق وقف إطلاق النار في أقرب وقت والتركيز على عملية الحل السياسي مجددا. أردوغان يؤكد على ضرورة منع وقوع مزيد من الضحايا جراء هجمات النظام السوري التي تستهدف في غالبيتها المدنيين بإدلب، وإزالة خطر الهجرة المتزايدة نحو حدود تركيا. يبدو أن الاتفاق الهش بين أنقرة وموسكو حول إدلب لم يحمي المدينة من القصف والتهجير. تحاول تركيا إعادة الدفع بعجلة المفاوضات السياسية قدما، لكن الخلاف بين الضامنين حول تواجد هيئة تحرير الشام هناك جعل موقف الأتراك ضعيفا في الحفاظ على أي تفاهمات مع الجانب الروسي، وهما قد ينذر بمزيد من التصعيد على الأرض. يتخذ الجيش التركي تدابيره تحسبا لأي تصعيد مرتقب، يرسل مزيدا من التعزيزات العسكرية إلى الحدود السورية. ثمة مخاوف أيضا من موجات لجوء جديدة تسببها عمليات القصف والتهجير نحو الأراضي التركية، المنفذ الوحيد المتبقي أمام الهاربين من الموت اليومي. عدنان جان العربي، اسطنبول. نرحب بضيوفنا من أنقرة الأستاذ مراد أصلان الباحث في معهد ستة، ومن موسكو الأستاذ يفغيني سيدروف الكاتب الصحفي، ومن واشنطن الدكتور رضوان زيادة الباحث في المركز العربي في واشنطن. أهلا بكم. وأبدأ معك أستاذ مراد، أحد الكتاب الأتراك ذهب إلى القول بأنه هذا التفاهم المحفوف بالمخاطر بين موسكو وتركيا وصل إلى مرحلة من التفكك، وأن وقف إطلاق النار بات أمرا بعيد المنال. ما رأيك بهذا الرأي؟ أولا علينا أن نتذكر ما هو الذي فرضه الاتفاق على كل الأطراف. الاتفاق كان عليه الإبقاء على الوضع القائم، منع أي تدخل عسكري، ولإيجاد طرق تربط إدلب مع المناطق الأخرى في سوريا. ولكن كما نرى هناك تدخل عسكري من نظام الأسد تدعمه روسيا، كما
أن الوضع القائم الآن يتحداه النظام وروسيا مما يؤثر على المدنيين، كما أن الناس بدأوا في الدفاع عن أنفسهم مما أدى إلى حدوث هجمات منظمة. هذا هو الوضع الحالي. إذا علينا أن نتحدث عن اتفاق فلابد من الالتزام بكل قواعد هذا الاتفاق وشروطه. ما تعترض عليه تركيا الآن، لأن تركيا الآن هي مهتمة فقط بسبب بالوضع الإنساني والإصابات في المدنيين. نعم، أتوجه إلى موسكو وسيد يفيجيني، يعني قبل أن أعرض عليك ما يقوله المحللون في هذا الشأن، برأيك الشخصي ما هو مرد اختلاف اللهجة الروسية اليوم اتجاه أنقرة حيال ملف إدلب؟ نعم، مساء الخير لك وللمشاهدين وضيوفك الكرام. أعتقد أن سبب هذه اللهجة الحادة ربما الروسية واضح تماما الآن، لأن الخلاف الروسي التركي أصبح واضحا لدرجة أنه لا يمكن أن يخفى عن أنظار العالم وجود هذا الخلاف، ولا سيما على ضوء تأكيد موسكو على أن الكرة الآن ومنذ زمن بعيد أصبحت في ملعب تركيا التي لم تحرك ساكنا في حقيقة الأمر للوفاء بتعهداتها المترتبة على اتفاق سوتشي. فتركيا لم تسهم لا في إقامة منطقة منزوعة السلاح بموجب هذا الاتفاق، ولا في سحب الأسلحة الثقيلة، ولا في الضغط على هيئة تحرير الشام، ولم تفعل شيئا. ما حدث بعد اتفاق سوتشي هو عكس ما كان يتوقعه الجميع، حيث أن هيئة تحرير الشام أصبحت تسيطر على جل أراضي محافظة إدلب. فبطبيعة الحال روسيا غير راضية عن مثل هذا الوضع، وربما في هذا يكمن سبب مثل هذه اللهجة التي تحدثت بها روسيا فيما يتعلق بالحديث عن تركيا الآن ومكانتها فيما يتعلق بالأوضاع في إدلب. دكتور رضوان من واشنطن، يعني سمعنا هنا وجهة النظر السيد بيجيني والسيد مراد، برأيك هل ما يحدث سينتج عنه ربما مسار ثالث وجديد تماما قد لا تكون تركيا جزءا منه، لا سيما مع التحركات الأمريكية ومساعي المبعوث الأمريكي لفتح مسار سياسي جديد؟ للأسف لا، يعني على مدى السنوات الثلاثة الماضية الحديث عن الحل السياسي إنما يعني تقريبا عدم وجود الحل السياسي. بمعنى آخر أن الأطراف التي تتحدث عن ضرورة الحل السياسي لكنها تستخدم كل قوتها وذخيرتها العسكرية من أجل تغيير الوقائع على الأرض. مع بداية اتفاقات أستانا تم الاتفاق ولا تحديد 4 مناطق لخفض التصعيد. الآن روسيا لم تحترم مناطق خفض التصعيد لا في الغوطة الشرقية ولا في درعا والآن في إدلب، وبالتالي الطرف الذي لا يحمي الاتفاقات بشكل أو بآخر هو الطرف الروسي. تقريبا المداخلة الأمريكية في حدها الأدنى الطلب من القوات النظام السوري وبالطلب من القوات الروسية بوقف التصعيد العسكري في إدلب، لكن الولايات المتحدة لم تزوج بأي من دبلوماسيها، أو على الأقل لم تضغط على الأطراف بشكل كافي أو تلوح باستخدام القوة إذا لم يتم احترام هذه الاتفاقات. وبالتالي الحقيقة الواضحة لدى كل السوريين أن روسيا مجددا تريد أن تغير الوقائع على الأرض مهما كانت التكلفة الإنسانية. يعني الأمم المتحدة الآن تتحدث عن وجود أكثر من 200,000 نازح على مدى الشهر الماضي منذ بدء الحملة العسكرية على إدلب. وبالتالي إذا استمرت الحملة العسكرية سوف تكون تقريبا أزمة إنسانية ليس لها مثيل، لأن هناك أكثر من 4 مليون سوري في إدلب لا يريدون العودة لنظام الأسد بأي شكل من الأشكال.
أستاذ مراد، أعود لك بداية، يهمني أن أسمع ردك على ما تفضل به السيد الريجيني حول عدم التزام تركيا بالتزاماتها وواجباتها في هذا الاتفاق. ثانيا، إلى أي مدى وحسب ما تذهب بعض التحليلات أن هناك محاولة روسية للضغط على تركيا في هذا الموقف، للضغط عليها لإتمام صفقة شراء الدفاع أو نظام الدفاع الجوي S-400؟ أولا دعونا نتذكر أن مسؤولية تركيا ومسؤولية تركيا ومسؤولية الروس ومسؤولية النظام، المسؤوليات واضحة. نحن نعرف أن تركيا كان عليها أن تراقب المنطقة المنزوعة للسلاح، وليس عليها أن تحث الأطراف على فعل أي شيء. أما الأسد والنظام فهم مسؤولون عن عدم الهجوم على هذه المنطقة. ولهذا فهم قاموا اتخاذ بعض الهجمات العسكرية بالفعل هذه المنطقة التي المسؤول عنها روسيا والنظام، وهذا هو تحرك أو فعل يخلق رد فعل. نحن لا نريد أن يحدث هذا رد الفعل هذا، ولكن كان من البداية عليهم أن لا يقوموا بأي فعل، وهذا لابد أن يتم إدراج ذلك ضمن المسؤوليات. علينا أن نكون متأكدين من أن روسيا وتركيا عليهم أن يعمل معا، حتى يكون لديهم اتفاقات أكثر استداما. أما بالنسبة لمنظومة الدفاع S-400 فهي موضوع مختلف تماما عن إدلب. يعني لا توافق أنه ورقة ضغط كما تذهب بعض التحليلات للضغط على تركيا لإتمام هذه الصفقة؟ لا، لا أعتقد ذلك. إذا رغبت روسيا في إنهاء هذا الاتفاق فسوف يكون هناك بعض التعقيدات الإضافية في المنطقة، كما أن تركيا لن تستطيع أن توقف فصائل المعارضة، كما أن سوف تتمكن بما أننا فصائل. نعم، بما أننا في نفس هذا المحور، قبل أن أنتقل إلى ضيفي، كيف تفسر أستاذ مراد الصمت التركي على بداية هذا التصعيد الذي بدأ في أبريل الماضي، ولم نسمع الاعتراضات التركية إلا مؤخرا بعد بدء الهجوم البري؟ نعم، بالتأكيد هناك بعض الانتهاكات في المنطقة، ولكن الطريقة المستخدمة عليها هي أن تكون عدم الهجوم على بعضنا البعض، وإنما أن نصل إلى حوار. الهدف الرئيسي للنظام السوري وروسيا هو إخلاء كل الأقليات والمجموعات العرقية من المنطقة، ولكن هذا ليس مبرر للهجوم على المدنيين لتحقيق مصالحهم الخاصة. سيد يفيجيني، بالحديث عن استهداف المدنيين، تؤكد موسكو دائما أنها تستهدف معاقل من تسميهم بالإرهابيين أو المتشددين، في الوقت الذي تصل فيه حصيلة الضحايا من المدنيين النساء والأطفال لتكون هي الأرقام الأغلب والأعم في عدد الضحايا الذين يسقطون بشكل يومي اليوم في إدلب. نعم، ولكن لدى روسيا رؤية مختلفة تماما عما تقوله مثلا وسائل الإعلام الغربية أو مصادر المعارضة السورية. فروسيا تؤكد مرارا وتكرارا أنها بالفعل لا تستهدف إلا مواقع تابعة لفصائل المتشددين والإرهابيين.
دعونا نتذكر الأوضاع التي سادت منطقة أو محافظة إدلب قبل اتفاق سوشي. الكل آنذاك كانوا متأكدين من أن معركة كبرى واسعة النطاق سوف تبدأ في أي لحظة، ولكن روسيا وربما تحت ضغوط تركيا وافقت على تجنيب إدلب مثل هذه العملية، آملة منها بأن تركيا ستفي بوعودها والتزاماتها. وتركيا بالفعل قطعت على نفسها عددا من الالتزامات المتعلقة بالفصل بين فصائل المتشددين وأخرى معتدلة. ما حدث وأنا أقول ذلك مرة أخرى هو عكس ما توقعه الجميع، فأصبحت هيئة تحرير الشام بدلا من الموافقة على المطالب التي نقلتها إليها تركيا أصبحت تسيطر على أكثرية مناطق محافظة إدلب، بما أن هيئة تحرير الشام كتنظيم إرهابي يعني مستثنى من اتفاقية وقف إطلاق النار أو مناطق تصعيد. تقصد المطالب والتي من ضمنها وجود وانتشار قوات روسية في الشمال السوري مثلا، هذا يعني برأيك من الشروط التي قد ترضى به اليوم المعارضة بوجود قوات روسية في قلب مناطقها؟ لا طبعا، هناك كان حديث ليس فقط عن وجود قوات روسية أو فصائل وحدات الشرطة العسكرية الروسية، وإنما وحدات مشتركة ومختلطة روسية والتركية. ما نراه الآن يعني مفارقة إن صح التعبير، لأننا نرى أن ونعلم أن تركيا تزود بالأسلحة الجبهة الوطنية للتحرير، والجبهة الوطنية للتحرير مدعومة تركيا تستهدف من قبل جيش النظام المدعوم روسيا. فكيف يمكن تفسير ذلك؟ روسيا وتركيا تعتبران حليفتين في مناطق خفض التصعيد وفي الأزمة السورية عموما، لكنها نرى أن هناك مواجهة عسكرية شبه مفتوحة أو شبه سافرة بين روسيا وتركيا. دكتور رضوان، يعني هناك أيضا بعض التحليلات تذهب للقول بأن ربما هناك مساعي روسية للحظات الأخيرة لإنقاذ ما تبقى من نظام الأسد، لسيما مع الأزمة الاقتصادية التي بات يواجهها هذا النظام في المناطق التي استعاد سيطرته عليها. ما رأيك بهذا التحليل؟ مهما كان حجم الأزمات الاقتصادية التي يتعرض لديها النظام، لن تؤثر عليه في طريقة تعامله مع السوريين أو تحويله تقريبا. يعني النظام السوري لم يعد نظام ديكتاتوري أو نظام تسلطي، هو أشبه بنظام إبادة. تكرار استخدام الأسلحة الكيماوية، أساليب الحصار، استخدام البراميل المتفجرة، وبالتالي السوريون الباقون أو العالقون في مناطقهم تقريبا هم ضحية هذا النظام، نظام الإبادة. روسيا بشكل أو بآخر قررت دعم نظام الإبادة حتى النهاية، تجاوز رغبات السوريين في تغيير نظامهم أو حتى انتقال سياسي سلمي. لم يكن هناك جبهة النصرة، لم تكن هناك قاعدة في درعا، رغم ذلك روسيا شاركت في حملة عسكرية وفي الغوطة الشرقية راح ضحيتها آلاف المدنيين من السوريين الأبرياء. وبالتالي لا نستطيع حجة الإرهاب التي استخدمت لدى النظام السوري ولدى النظام الروسي، لا أعتقد أن لديها أي مصداقية بالنسبة للسوريين. النقطة الأخرى، المشكلة الرئيسية في هذه المعادلة أن تركيا بين فكين، من طرف هي تريد علاقات جيدة مع روسيا، ومن طرف آخر تصطدم بتجاهل أمريكي للملف السوري. تقريبا الرئيس ترامب لم يتحدث عن هذا الموضوع منذ بدء الحملة العسكرية في إدلب، وهذا مناقض تماما لموقفه في العام الماضي. دكتور رضوان، يعني السنة الماضية كان شديد اللهجة ضد الهجوم على إدلب وربما ساعد في إيقافها، بينما بيان الخارجية هذه السنة اكتفى بالإشارة إلى إبراز أثار الخطيرة لهذا العمل كما جاء في البيان. برأيك لماذا اختلفت اللهجة؟ صحيح، وهذه المقارنة محقة للغاية مقارنة ما جرى في العام الماضي وما جرى الآن، وهذا يدل أنه ليس هناك أي التزام أمريكي على مستوى البيت الأبيض. يعني القضية الأزمة السورية لم تعد على مستوى مبعوث أو على مستوى سفير، هي تقريبا
على مشتبكة في العلاقات الدولية، وبالتالي هناك انخراط تحتاج إلى انخراط من الرئيس الأمريكي ومحادثات مباشرة بينه وبين الرئيس الروسي أو بين الرئيس التركي. في ظل غياب هذه الدبلوماسية سوف ينظر النظام السوري نظام الإبادة، وسوف ينظر أيضا بشكل أو بآخر روسيا أن هناك ضوء أخضر أمريكي للاستمرار في العملية العسكرية. وإذا دققنا في البيان أنه يقول أنه يجب أن تكون العملية العسكرية تحترم القانون الإنساني الدولي، يعني تسمح بالاستهداف بشكل أو بآخر مع الحد الأدنى من احترام القانون الإنساني الدولي الذي لا يقوم به طبعا، لأنه استخدام البراميل المتفجرة هي ضد القانون الدولي الإنساني. في كل برميل متفجر يطلق لأنه لا يحترم المبادئ الرئيسية للقانون الإنساني الدولي. نعم أستاذ مراد، يعني رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان واضحا بأنه الحملة العسكرية يجب أن تستمر، وأنه على تركيا أن تجمح ربما من يسميهم المتشددين. ما هي خيارات تركيا حيال هذا الوضوح الروسي؟ نعم، روسيا تطلق عليهم إرهابيين، ولكن هناك مفاوضات تتضمن كل هذه المجموعات. وإذا كنا نريد أن يحدث حوار مع هذه المعارضة المعتدلة، فلا بد أن تتوقف روسيا عن هذه الهجمات، لأنهم إذا قاموا بفعل سوف يواجهوا رد فعل، وسوف يخلقوا توتر أكبر في المنطقة. النظام السوري وروسيا لا يستطيع مواجهة هذه النقطة. هناك خيار واحد آخر، إذا حصلت هيئة تحرير الشام على قوة أكبر فسوف يحدث عدم توازن في المنطقة، ولذلك فعلينا أن نحافظ على الوضع القائم، علينا أن نثق في تركيا وأن نوقف كل هذه الاعتداءات على المدنيين. سيد يفغيني، أيضا هل تضحي روسيا أو برأيك كيف قد تتأثر المصالح الروسية مع تركيا والتي لها طابع أوسع من مجرد الخلاف حول إدلب؟ يعني كيف سيؤثر عليها ملف إدلب؟ طبعا الملف إدلب له تأثير شديد وتأثير قوي على موسكو وعلى موقفها إزاء كل ما يجري في هذه المنطقة. ولكن دعونا لا ننسى أن تركيا هي الطرف الآخر المشارك في هذا الاتفاق والمشارك في الجهود أو الخطوات التي تبذل أو ينبغي أن تبذل الآن، أولا لوقف إطلاق النار، وثانيا للتعامل مع هذه القضية مسألة إدلب بموجب اتفاق سوتشي، لأن اتفاق سوتشي كان قد وضع ربما ما يشبه خارطة الطريق للتعامل مع هذه القضية، ولكن هذا لم يحدث، وبالتالي الخريطة بقيت ربما حبرا على ورق. وفيما يتعلق بالمستقبل سنرى في الأيام القليلة القادمة ما إذا تمكن الجانب التركي من إقناع موسكو بضرورة ربما انتظار أن يتم شيء إيجابي ما من قبل تركيا لتأثير على المتشددين وعلى المعارضة، لكي ربما يتم التعامل مع مسألة إدلب بشكل سلمي وبدون اللجوء إلى عملية عسكرية لا سيما على نطاق واسع. دكتور رضوان، لم نتحدث أيضا عن خيارات المعارضة اليوم، ما بين هذا الخيار وذاك؟ بالنسبة لها يعني هذه المعركة الأخيرة، هزيمة إدلب بشكل أو بآخر يعني نهاية وجودها على الأرض، وتمكن نظام الأسد بمساعدة إيرانية وروسية من السيطرة على كل الأراضي. وبشكل التحدي الأكبر أيضا بالنسبة هو التعامل مع هيئة تحرير الشام أو تنظيم القاعدة. يعني تركيا وأيضا المعارضة السورية راهنت على أصوات عقلانية ضمن هيئة تحرير الشام ربما تدفعها بالخروج من منطقة إدلب كي لا تتكرر السيناريوهات السابقة. واضح أن هذا أيضا وهم كبير بالنسبة للمعارضة السورية، وأن تنظيم القاعدة يريد التمدد بشكل أو بآخر وتكرار نموذج فشل في كل دول العالم وتكرار على حساب الدم السوري.
وبالتالي المعارضة السورية الآن في وضع صعب للغاية بين تقريبا ضغوطات من روسيا ونظام الأسد ومن تركيا من أجل التعامل مع الهجمات نظام الأسد والتعامل مع جبهة النصرة. ولذلك لا أعتقد سوف تتمكن المعارضة السورية من تجاوز ذلك بدون دعم إقليمي حقيقي من طرف تركيا أو من طرف الولايات المتحدة. نعم، شكرا لك جزيل الشكر الدكتور رضوان زيادة الباحث في المركز العربي في واشنطن، كنت معنا من واشنطن. وأيضا شكرا لك أستاذ مراد أصلان الباحث في معهد ستة، والكاتب الصحفي الأستاذ يفغيني سيدروف من موسكو. كل الشكر لكم مشاهدينا على المتابعة، لكم التحية وإلى اللقاء.